اهلا وسهلا بيكم متابعي موقع مصراوي، وانا معاكم علاء احمد ومعايا زميلي يوسف محمد في لايف جديد عن اخر المستجدات اللي بنقدر يعني نقدم من خلالها اخر التطورات في الساحه الرياضيه. ويمكن النهارده اللايف بتاعنا بالاخص معمول عن المنتخب الاولمبي وحلم التتويج بالبرونزيه. خليني في البدايه بس ارحب بزميلي يوسف. ازيك يا يوسف؟ اسمك علاء يا عم. قول لنا في البدايه كده، الناس عايزه تعرف التشكيل، بس في البدايه يعني شاركونا في الكومنتات يعني توقعاتكم لنتيجه المباراه. وطبعا احنا كلنا حلمنا ان المنتخب المصري يتوج بالبرونزيه. قول لنا يوسف بقى التشكيل اللي بادئ بيه منتخب مصر النهارده عشان حلم البرونزيه. التشكيل علاء ما اختلفش كتير عن تشكيل المباراه الماضيه، هو بس عمر فايد اللي اطرد المباراه الماضيه. والتشكيل بالظبط ايه؟ في حراسة المرمى حمزة علاء، اللي بص بلا شك وبلا نقاش هو أفضل حارس مرمى في البطولة إلى الآن، مفيش خلاف في النقطة دي. وفي خط الدفاع محمد شحاتة اللي طبعا بيعوض غياب أحمد عيد من المباراة الماضية، مظبوط، بسبب طبعا نتمنى السلامة لأحمد عيد، مصاب بتمزق في العضلة الخلفية. بالظبط. وفي قلب الدفاع محمد طارق بديل لعمر فايد. عمر فايد اللي اتطرد في مباراة فرنسا. بالظبط. وبيجاوروا حسام عبد المجيد، وظهير ايسر هيكون كريم الدبيس. تمام. وثلاثي خط الوسط اللي طبعا من بدايه البطوله وهم ثابتين ركيزه اساسيه في المنتخب. بالظبط. محمود صابر، محمد النني اللي مقدم بطوله عظيمه. تمام. وقدامهم او وسطهم بيكون احمد نبيل كوكا، بيعد هو اللاعب اللي بيبقى المحوري محرك وسط الملعب. بالزبط. للمنتخب. بالظبط. والثلاثي الهجومي احمد سيد زيزو وابراهيم عادل واسامه فيصل. وبمناسبه التشكيله علاء، كان محمود صابر امبارح كان طلع كلام ان محمود صابر مصاب بكورونا مش هيلعب المباراه، ولكن كل ده طبعا بعد ظهور التشكيل بشكل رسمي. تمام. اتضح ان كل ده كان مجرد اشاعات فقط. تمام. طب انا بس معاك برضو كده، انا هعيد لكم التشكيل تاني. تمام. التشكيل ما اذا هعيد اللي قاله يعني زميلنا يوسف، التشكيل ما اختلفش كتير قوي عن المباراه اللي فاتت، الا بس يعني محمد طارق مكان عمر فايد اللي خد الطرد. التشكيل هو حمزه علاء، محمد شحاته، حسام عبد المجيد، محمد طارق، وكريم الدبيس، احمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود صابر، احمد سيد زيزو، اسامه فيصل، ابراهيم عادل. الدكه بقى بتاعتنا فيها علي الجبري، محمد طارق، زياد كمال، محمد حمدي، احمد عاطف قطه، مصطفى سعد ميسي، وبلال مظهر. ويمكن كمان يمكن في الفتره الاخيره احنا بنشوف تغييرات مستر ميكانيكا دايما بتنحصر في فكره ان هو بينزل بلال مظهر وبينزل مصطفى سعد. يعني هم دول التغييرات اللي دايما اول ما بيفكر بيكون هم تفكير ميكال الاول الاعتماد عليهم. يعني تفكير ميكال الاول هو مصطفى سعد وبلال مظهر. عظيم. ده اول شيء ميكال بيفكر فيه، ما بيحب يعمل تغييرات او يحب زي ما بنقول كده يبقى عايز يعمل طفره في الشق الهجومي في الشوط الثاني. طب انت يعني كلمنا شويه عن ارقام المباراه، يعني انت قلت لي قبل اللايف ان احنا لو حققنا البرونزيه ديت هو ده حلم كل المصريين. احنا شاركنا كتير في الالعاب الاولمبيه جماعيه مباريات كتير قبل كده، ولكن لم نتمكن من حصد اي ميداليه في لعبه جماعيه سواء هاندبول او طايره او كره قدم، لم نتمكن من حصد. فلو المنتخب ده قدر يحقق الميداليه البرونزيه النهارده وتحقيق الفوز على منتخب المغرب هيكون انجاز عظيم، هيحطهم في مكانه كبيره بين كل الاجيال اللي مرت في تاريخ مصر. عظيم عظيم. يعني انت كده بنقول ان احنا ان شاء الله لو حققنا ان شاء الله البرونزيه في يعني في الماتش ده هتبقى اول برونزيه في لعبه جماعيه. لعبه اول ميداليه عموما في لعبه جماعيه برونزي، ما سبقش المنتخب مصر في اي لعبه جماعيه انه حقق ميداليه. تمام. طيب انت توقعاتك للماتش ايه؟ انا متوقع ان المباراه منتخب مصر هيظهر باداء قوي وقوي جدا في ظل الغيابات اللي في ظل كل الغيابات. احنا ميكالي مدير فني ذكي. تمام. بيعرف يدير المباريات الكبيره بشكل مميز جدا. احنا شفنا مباراه فرنسا، احنا اللي فرق معانا في مباراه فرنسا علاء قله خبره اللعيبه بعض الشيء. احنا برضو ما عندناش الكم الكافي من المحترفين اللي خلانا نقدر نجاري لعيبه منتخب فرنسا. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه العامل البدني. عظيم. وده اللي دايما بيفرق اللعيب المصري. احنا لحد دقيقه 80 واقفين على رجلينا ومستوى مميز وكل شيء. انت بعد الدقيقه 80 انت خلاص المستوى البدني نزل، فطبيعي التركيز الذهني خلاص. كانوا 7 دقائق لو كنا ثبتنا. احنا الهدف في التعادل لفرنسا في الدقيقه 82.
انت لو بصيت من الدقيقه 82 للدقيقه 90 انت جالك كوره، جه كوره في اخر دقائق المباراه في الوقت الضايع كانت ممكن تتحسب لفرنسا ركله الجزاء والحكم طلع جدع معانا بالظبط. فده دليل ان انت التركيز عندك نزل بعد ما العمل البدني بتاع المنتخب وقع. بالظبط. لكن انا اتوقع ان النهارده المنتخب هيظهر بصوره مش عايز اقول لك افضل من اللي ظهر عليها في مباراه اسبانيا ومباراه فرنسا. بس ده برضو فكره عامل بدني ما يخوفكش، لان برضو المغرب في مباراتها مع اسبانيا وقعت بدنيا برضو في اخر المباراه. وقعت بدنيا، وغير كده المغرب كانت ممكن المغرب تكون هدفها كان الذهبيه اكتر من المنتخب المصري. لان المغرب معاها كم لعيبه محترفين يساعدهم ان هم يحققوا الذهبيه وهم الافضل، يعني هم كانوا لحد مباراه اسبانيا الماضيه كانوا هم افضل منتخب في البطوله وافضل منتخب. بالظبط، كان بيقدم كره كويسه جدا، اداء ممتع وفوز، ودايما كان الفوز بثقه. بالظبط. وبرده خد بالك من حاجه، المغرب المدير الفني بتاع المغرب اللي طلبه لقاه. بالظبط، يعني عكس المدير الفني بتاعنا اشرف حكيمي، سفيان رحيمي. اشرف حكيمي معلش نجم من نجوم باريس سان جيرمان، ما فيهوش اختلاف. بالظبط. احنا هنا يمكن جالنا زيزو والنني بالعافيه. بالظبط. وغير كده مع احترام الاثنين، والثنائي مقدم بطوله عظيمه طبعا، ما فيش اختلاف ولا طبعا اي كلام في النقطه دي. ولكن انت بصيت للنقطه اللي الاختيار الخامس والسادس. تمام. طب تفتكر اللعيبه بتاعتنا ديت بعد يعني الاولمبياد هيرجعوا يلعبوا في انديتهم، ولا هنرجع لنفس الفكره تاني ان اللعيبه بتاعتنا هتفضل يعني زي ما هي؟ هل اللعيبه بتاعتنا هتفضل في الاحتياطي وهتفضل بره الملعب؟ بص والله على دي نقطه لازم كلنا نركز فيها، ازاي ان ده خلاص جيل احنا بنبني عليه، يعني الجيل ده هو النوال المنتخب الاول في الفتره الجايه، واحنا شفنا لما اللعيبه دي خدت فرص ظهروا ازاي. فلازم الانديه تعتمد عليهم بشكل كبير في الفتره المقبله. احنا بنروح نجيب لعيبه محترفين من بره على بندفع فيهم ملايين الدولارات وما بيفيدناش. بالظبط. نص اللعيبه المحترفه في الدوري المصري اقل من اي لاعب ناشئ في مصر. بس احنا نعتمد ويبقى عندنا الثقه والجراءه ان احنا نعتمد على لعيبتنا الشباب والناشئين. عظيم. غير كده ان انت عندك لعيبه محترفه او لعيبه في الدوري المصري تقدر تحترف، وفي المنتخب الاولمبي بشكل خاص تقدر تحترف بشكل مش صعب، على راسهم طبعا ابراهيم عادل ومحمود صبري اللي كنا بنتكلم عنه من شويه. تمام. وابراهيم عادل بالفعل في انديه ابتدت تبص عليه وابتدى يلفت انظار ناس كتير في الفتره الحاليه، وفي الدوره دي بالذات ابراهيم عادل لفت العديد انظار العديد من الانديه الاوروبيه. تفتكر انديتهم هتسيبهم حتى يحترفوا لو حد جاله عرض الاحتراف؟ احنا مشكلتنا في مصر في كل الانديه مش نادي بعينه، ان احنا المقابل المادي بالنسبه لنا بيبقى عائق كبير. لان احنا بنبص ده لعيب لسه صغير. ما ينفعش نطلب فيه 10 و8 والارقام اللي احنا بنسمعها دي. بالظبط. خصوصا معلش ان هو طالع من الدوري المصري. مش المنافسه القويه اللي انديه اوروبا تعتمد عليه. بالظبط. بالظبط، المنافسات مختلفه. بالظبط. طيب قول لي كده في يعني في نهايه اللايف بتاعنا، احنا قربنا نخلص، واحنا بس نعرف الناس ان احنا مش زي عيد الماتش ولا حاجه، طالعين بس بنقول اخر الكواليس عن المباراه. قول لي بس توقعك ايه للمباراه النهارده وسير المباراه النهارده، وهل هنقدر خد بالك من حاجه، مصر والمغرب قبلوا مع بعض في نهائي افريقيا الاخير ده اللي هو اللي ميكالي برضو بالمناسبه، بس انت قلت جمله برضو مهمه، انت قلت ان ميكالي بيقدر يتعامل مع المباريات الكبيره والمهمه. بالزبط. ميكالي كان موجود على راس الجهاز برضو امام المغرب وخسرهم. ايه الفرق بين دي وبين دي؟ ايه اللي يخليني اطمن؟ لو بصيت اللي خليك تطمن عليا ان انت بص لمباراه نهائي افريقيا اللي انت بتتكلم فيها، احنا كنا بنلعب ناقصين محمود صابر. بالظبط. من الشوط الاول ميكالي أدار المباراة لحد الدقيقة 85 لحد الجون الثاني بأداء عالي الجودة. وحاجة أداء مميز. لعيبة المنتخب المصري أدت أداء في نهائي أفريقيا الماضي عالي بدرجة كبيرة. تمام. وزي ما بقول لك اللي خلانا نطمن إن أنت كنت بتلاعب المغرب، وعلى فكرة منتخب المغرب اللي لعبنا في نهائي أفريقيا ما نضافش عليه غير سفيان رحيمي وأشرف حكيمي. يعني يعتبر نفس القوام اللي كان بيلعبنا في نهائي افريقيا هو اللي هيلعبنا النهارده. يعني انت متفائل؟ انا بالنسبه لي منتخب مصر النهارده ان شاء الله هتكون الميداليه الاولى في الالعاب الجماعيه
لمنتخب كرة القدم النهارده ان شاء الله امام المغرب. تمام، يعني ده كان نهايه اللايف بتاعنا، ويمكن يوسف زميلنا متفائل جدا، انا مش متفائل، وان شاء الله نشوفكم في لايفات تانية جديده. شكرا يوسف. شكرا عليك.